ورجعنا بعد البريك ووصلنا لفقرة شو عم تعمل. ضيفنا شاب مميز بنوع غنائه، عنده كاريزما خاصة، هو لفت أنظار العرب ثم الغرب، رفع اسم لبنان بالعالي بـ The Voice Canada، وما زال مستمر بالنجاح من خارج لبنان. عم بيطل معنا اليوم عبر زوم موري حاتم. مساء الخير موري. مساء الخير موري. مساء الخير لكم وصباح الخير لإلي. شو أخبارك موري؟ طمني عنك. صباح الحمد لله. وأنتو يعني أنا بدي أسأل عنكم أكثر شيء، كيف الأوضاع؟ كيف كون أنتو صحتكم؟ يعني بتعرف اللبناني بيتأقلم مع كل الأجواء، ولو شو ما قطع عليه بضل عنده الأمل موجود. موري بالتحديد هلأ قدي الساعة الصبح عندك هلأ؟ يمكن بكندا الظهر، بس أنا بالنسبة لي الصبح بعده، بس أنه الظهر يعني. بنعتذر قومناك من النوم. موري خبرني شو وضع كورونا بكندا؟ هل في اجراءات لازمه؟ هل عم تتوقع؟ عم تنتبه؟ انا شخص بالاجمال بيتوقع، يعني قبل كورونا كان بموسم الجريبات بيعرفوني اصحابي هون انه ما كثير بختلط بعالم اصلا في عنده يمكن فيروس او بكتيريا بالبيت او رشح او شو ما كان. بقى بالبانديمي او بالوباء هلا كمان عم بنتبه كمان اكثر. بكيبك ليك بكندا بالاجمال ناخذ كثير بريكوشنز، يعني العالم تحترم كل القوانين والقصص يلي عم تنحط من قبل الدولة. وبكيبك خاصة هلأ عم نرجع، بس مالوريزمون عم نرجع نفوت بالزون أورانج يلي هي زون قريبة للزون الخطر. إن شاء الله ما يرجع يصير في لوك داون وحجر، بس لأن رجع فتح المدارس عادي فمن بلش نرجع نتأقلم. باللوك داون شو تسليت يعني؟ كيف قضيت وقتك؟ شو عملت؟ ما تذكرني. أول بس أول فترة ما كنت قادر أتسلى لأن ما كنا فهمين شو عم بيصير، يعني ما كنا عم نفهم طبيعة هالوباء أو إنه شو هو. يعني يمكن كمان حتى المنظمة العالمية للصحة ما كانت عم تقدر تعطينا المعلومات، فكنا قاعدين بالبيت. ما بحياتي فت على المطبخ، صرت فوت على المطبخ أكثر حتى بقصص. انصحت يعني؟ زدت كم كيلو؟ زدت كم كيلو؟ طبعا ما كتير بزيد قد ما اكل ميالة. كتير بس أوكي. الحمد لله هيدي عين. بس يعني صرت اكثر على المطبخ، صليت على السوشيال ميديا، كنت عم بطلع كتير فيديو كولز مع اصحابي بلبنان نجرب نحكي نموه، يعني كلنا كنا قاطعين بهالتجربه الجديده. موري كنت حابب تجي على لبنان ورجعت ترددت بعد الشيء اللي صار عنا ببيروت، بعدك متردد مش ناوي ترجع على لبنان؟ اما شو خبرنا شوي. كنت حابب انزل حتى عيد عيدة من جمعتين بلبنان. ننعد عليك يعني. ميرسي. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. قديه صاروا؟ قديه بتقولوا؟ سؤال جريء. لازم يكون الجواب أجرى. بان تويت 28 صاروا 29 بيدو صاروا 29 عبال المية. مرسي. فبلا تنرجع على السؤال، دايما بفكر انزل ويمكن على كريسمس، بس كل ما انزل وبرجع بفكر مرتين بقول انه ما هلا الاجواء ان كان بلبنان او حتى عالميا مش عارف شو بيصير، ان كان بالمطارات ما بدي انزل واعلى وما اقدر ارجع اجي، يعني ما بعرف شو معقول يصير. وخاصه هون بكندا في ريستريكشنز معينين، يعني خلص لما يقولوا تسكر المطار يعني مش انه ما في مزح بالموضوع. طب فكرت تعمل اغنيه لبيروت؟ عم نشوف كتار من الفنانين عم بيعملوا اغاني لبيروت. عم بصلي لبيروت هذا اول شيء، وبصلي لكل الشعب اللبناني. غني عملت كفر هيك صغير باللهجه الفرنسيه لا الفنان أنريكو ماسياس، حطيتها على إنستغرام لأن كان عندي أصلاً كونسير معه بهالفترة بموريال ونلغى وتأجل لسنتجي. كان كمان شيء خاصه بالموضوع الأغنية. طب شو حلو نسمع منك هيك أغنية لبيروت؟ مع مين عم تحكي؟ عن شفتك وصل هذا سي رح اقول بركي جي كيتي مون بيي لانريكو ماسياس. يلا نسمع لانريكو ماسياس.
اوكي ماشي. Let's do it. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, mes souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu, Beyrouth, soleil de mon pays perdu, et ville étrange, unique, des villes que j'ai jadis connues. Yeah, Beyrouth. Wow, يسلم هالصوت الجميل. كيف لارا؟ لارا فابيان. كيف لارلورا منيحة تسلم عليكم. في كونتاكت بينك وبينه ولا لا حاليا؟ هي قد ايه انا شوي بيسموني مسرسب بالقصص، هي بعد فواسون، بس كونتاكت عبر السوشيال ميديا والتليفون اكيد. يمكن انا يمكن المشترك الوحيد يلي بعدني اون كونتاكت مع هالقد، فهيدا اول شيء شرف لإلي. شو بتقول لك؟ شو بتحكي معك؟ اول شيء بتعمل لي لايكات على كل شيء. لذيذة مهضومة يعني. بتشوف لي ستوريز، يعني هودي من القصص الهي او بتعلق لي بقلوب هلا حاليا على كل شيء بعمله. وغير رالا فابيان مثل باتريك بريال، هني عالم عن جد كنت شوفهم كثير كبار بالنسبه لإلي، وهلا بتصير انه مثل كانه بصير انا بعدني لهلا بفتح لي انه عم بيشوفوا لي الستوريز تبعي از اف انه عن جد قصص بتغيروا بلحظه، وهيك وخاصه لارا، يعني هالكونكشن كان عندي اياها انا قبل ما اتعرف عليها، وكان عندي خوف انه الكونكشنز ما تصير. ما كنت عم فكر كثير، ما كنت بدي اعمل ديسبشن، يعني ما خاصه انه شخص فنان كثير بقدره من قبل ما اتعرف عليه شخصيا. طب كنت متوقع انه انت كنت متوقع انه انت تختاره؟ اكيد اكيد. يعني اذا كان برمت كنت اكيد رح روح معه لو شو ما كان، يعني السيبوزيشن كانت لو مين ما كان برم كنت هي عم تكون على الاكيد، يعني انت معه اكيد اكيد. لا كنت رح اختاره. بس شغلت لي بالي في حدا فات على البيت يمكن، بس بدي اعرف مين. خرب الدنيا شكله وكذا وهيك. كذا حدا ستعمله ما بدك، ما اذا كان مبين بالكاس وما بدها هالقد، ودير دير الجلي وديروا الامور مش غلط اصحابي. موري شاركت بالنسخه العربيه لذا فويس، شو اللي خليك ترجع تشارك بالنسخه تبعت كندا؟ اول شيء ما تعتلهم لان اجاني هلا كول، فكرت بقى انقطع الخط او شيء. لا ليك ليكو صراحه ما كان بدي اشترك ارجع اعمل رياليتي تي في، لانه بلبنان كانت اكسبيرينس كثير حلوه بس كثير متعبه وفيها كثير ستريس صراحه. اللي صار هون انه كان عندي تور بكندا وامريكا، ولما رجعت فت على كندا لاول مره كنت بجي من شيء سنتين، بحفله من الحفلات بتلاقى من احد البروديوسرز تبع ذا فويس بكندا، وبيقترح علي اني شارك بالبرنامج. فسرت له قلت له انا اوريدي عامل الاكسبيرينس بالدول العربيه ومش مفكر ارجع اعمله. هو هون بيقول لي، كان بعد ما قالوا مين الكوتشز، بيقول لي بين الكوتشز سمي لي اياهم وسمي لي لارا فابيان، بيناتهم انا يعني تغير لوني وقتها. رجعت على البيت صرت افكر وقررت، يعني يمكن كان في اساس دخولي اذا في اقول على البرنامج بكل فخر. يعني مع العلم انه حضرتك بالسابق يعني انتقدت لجان التحكيم ومنهم اكس فاكتور انه بيقعدوا وما بيوفوا مثل كل البرامج، مش بس يعني اغلبيه البرامج الفنيه هيك عم تعمل. يعني انا لو ما قدرت من وقت ذا فويس لبنان اقدر اعمل وتعبت، وكان في كذا فنان او حدا بالمجال الفني ساعدني اني اقدر اعمل الاغاني اللي عملتها باللهجه العربيه، او اذا كفيت باللي قدرت اعمله، انا ما كنت قادر اعمل شيء صراحه.
تموري، من الفنانين اللبنانيه يلي شاركوا بذا فويس بالنسخه الاجنبيه، مين اكثر شيء قريب لستيلك؟ هبه طواجي ام مارك حاتم، انطوني توما او الين لحود؟ مين بتحسه اكثر شيء قريب منك؟ كلهم اصحابي، كلهم اصحابي وكلهم بحبهم. بالستيل بحس انه يمكن يعني ما حدا بينافسني يعني وما حدا مثلي. لا لا اوكي، هيك حسيت. هبه والين بغنوا باللهجه العربيه، يعني نقدر نغني بوب عربي. مارك وانطوني ما بعرف اذا شي مره عملوا اغاني بالعربي، بس يمكن لان انا بعدني يعني اكثر بينجحوا بالاجنبي. بالضرور في اغاني، بالضرور في اغاني، بالضرور باللهجه العربيه وباللهجه الفرنسوية والإنجليزية. نعم. بس يعني حاليا كثير على بالي اعمل شيء بالعربي، بس ناطر لبو ما يعني هلا ما مش قادر ولا ممكن. طيب قطعت بمخاطر عديده ومنهم حادث سياره، خبرنا شو صار تعملت هالاكسيدنت، بتتذكر؟ هيدا بال هيدا بال 2015 ب يعني كنت عم بعمل اديتنج تبع اغنيتي تبع عم تحكي مع حدا، كنت طالع عم بشوف الميوزك فيديو نازل من برمينا، وكل ما اتذكر هيك برجع هيك بتاثر لانه كان حادث بخوف. يعني شو صار لك كان بوقتها؟ كان في مازوت على الارض على الاوتوستراد السريع نازل من برمينا، تاذيت كان في مازوت، تردردت يعني، بس سيارتي اذا بتشوفها ما بتشوف هيك بتذكر يعني بتنذكر بس ما ان شاء الله ما تنعاد. ايه نو نو يعني شيء مرعب. حلو، طيب خلينا هيك نتسلى ونلعب شوي هيك اسئله سريعه، اوقات بعالم الخيال اوقات هيك يمكن بالحقيقه. خلينا نبلش سوا باول سؤال، اذا حبيت تغير مهنتك شي نهار شو بتفضل تختار من بين دي جي، كوريوغرافر او مدير اعمال احد النجوم؟ اذا اضطريت تختار بين هالثلاثة، دي جي، كوريوغرافر، مدير أعمال، أي واحدة بتجذبك أكثر شيء؟ ليه كوريوغرافر عندي الباز دو دانس، يعني أنا عملت هيب هوب وهيك، بس ما 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 باخذها يعني ما بروح لها. بتحب تكون مهنتك الأساسية؟ لا، إدارة الأعمال بركة تكون شركة إنتاج معقول أو شيء بشيء هيك برودكشن، مش موجودة بالاحتمالات، جرب مرة أخرى. دي جي يمكن، مدير اعمال يمكن، مدير اعمال. حلو، حبيت. موري اذا عطيوك دواء وخلوك تقرا افكار شخص ما، مين اي فنان بتنقي تقري له افكاره وشو مشاريعه وشو البلانز؟ فنان او فنانة؟ حلو السؤال بس ميرسي. بس افكاري انا لانه ما حدا بقى عم يستوعب على حاله. لا افكارك ملخبطه. طيب شي حدا، شي نجم على بالك هيك تشوف شو بفكر، شو رؤيته، كل شوي شو عنده هيك شيء نقطه حساسه يمكن ما بحب يحكي فيها بتعرف له اياها، ما بعرف مشاريعه، ساعدتك. يمكن لو كان بعده عايش بحب يعني كنت حب اعرف كيف بيفكر الفنان العالمي مايكل جاكسون، ما بعرف ليه عندي كنت حسه ميستيريوس بقراراته او بتصرفاته، كان على بالي هيك اوعى شي نهار وشوف كيف بيفكر. طيب اذا دعيوك تحضر حفل اونلاين، بتعرف هلا الحفلات اونلاين كثير دارجه، وينك من هالحفلات اول شيء؟ فكرت فيها، ما حسيت حالي انتو هيدا الشيء بصراحه. طيب اذا اضطريت تختار بين ثلاث حفلات هن بنفس الوقت تحضرهم اونلاين، حفل لنانسي عجرم، مايا دياب، نوال الزغبي، نجوى كرم، اختار نجمه تحضر لها حفله اونلاين. بالزمانات كنت يمكن اقول لك نوال الزغبي، زمانات انا اصغر بالعمر كنت احب لها كثير اغانيها. هلا من الاشخاص يلي بحسهم ليك مايا عندها ايمج معينه، بحب شوفها واحضر شو عم تعمل، قصص كرييتيف كثير. نانسي بعتقد بختار نانسي، نانسي عشان لانه بالنسبه لي هي اللي عم تعمل الهيتس او الاغاني اللي انا بحب اسمعها. اوكي
طب طالما انت شخص موهوب، بتفضل تكون نجم امريكاز جوت تالنت ام تعمل ديو مع جاستن بيبر؟ شو بتختار؟ صعبة كثير. بحب برامج الهواة كثير، بحب كون بكومبيتيشن من انا وصغير. يعني امريكاز جوت تالنت؟ لا خليني كافي حاجة. اوكي بس بس بهلا بوقت يعني سوري حاليا بالفتره اللي وصلت لها يمكن بعمل ديو مع جاستن بيبر فنان احلى عالم. موري حاتم للاسف خلص وقتنا، يعني اوذرك على امل نرجع نشوفك بلبنان وموفق، بيضنا وجهنا مثل العاده، وشكرا لك على هذه الاطلاله. ثانك يو فروم نكست. ميرسي لكم وتحيه للبنان. ثانك يو.